مرحب مرحب يا هلال. رمضان كريم. قريب شو نقدم المغرب؟ لازم يصير أكل. يلا لازم الحق لين ما يأتي المغرب. بقيش بقيش القهوة. أكل لذيذ بس أنا صايم ما حتشوفني. أوه فول. مين أكل أكل؟ طن صايم. مين؟ مش طالي بسرحيم. عادي مش طالي بسرحيم. قبل أكل في صوت صباح. كيف الصغير ما يقدر ياكل؟ غلط هذا يا ماما. هذه ما راح اسامحهم. شكرا. لازم يا اولاد تصوموا وتتدربوا. الرسول قال لازم ندرب اولادنا.